الأسد؟ أهلاً وسهلاً بكما يا صديقي. أنا الأسد أسامة، وأنا رائد فضاء، وهذا هو مكوكي الفضائي. أنا أبحث عن همزتي، وهي أول حروف اللغة العربية. هل رأيتماها؟ لا نعرف شكلها يا أسامة، هل لديك أي صورة لها؟ بالطبع، فأنا والهمزة صديقان. هذه صديقتي الهمزة. مسلسل سراج كرتوني ثلاثي الأبعاد أو كرتون ثلاثي الأبعاد لتعلم حروف الأبجدية العربية. تنطلق شخصية هذا الكرتون في مغامرات مثيرة عبر الحروف، ويتناول حرفا جديدا في كل حلقة لتسهيل تعلم اللغة العربية للأطفال. طبعا هذا بالإضافة لتطبيق سراج الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، وهو عبارة عن تمارين مسلية تساعد على تعليم الحروف الأبجدية. للحديث عن هذا العمل ينضم إلينا في الاستوديو محمد سعيد حارب، منتج ومخرج هذا العمل. صباحك الله بالخير. صباحك النور. صباح الإبداع، دائما مبدع في كل مشاريع. الله يخليك يا مهيرة، صباح الخير. طبعا يعني في الوقت الحالي، حتى سألنا السادة المشاهدين عن أنه فعلا أطفالنا الوقت يعني أو الجيل القادم هذا يفتقد كثير من أبجديات اللغة العربية. أنتم في البداية هل كان في اللي دفعكم أنكم تسوون العمل هذا دعم، أو أنه لا كان في شعور لديكم؟ والله شوف، الشعور موجود من زمان، لأن نحن أظني مثال حي على أن نحن مو قادرين نركب جملة عربية بدون ما نحط كلمة إنجليزية. حتى الحروف العربية يعني اللغة العربية الفصحى مو بعارفين التطبيق الصحيح لها. فلما تخاطبوا معنا، طبعا مشكورين مؤسسة قطر، أن بالفعل نحن حابين أن يعني ننتج عمل يكون ترفيهي في البداية وتعليمي لتعليم اللغة العربية للأطفال بشكل مبسط، ما نعلمهم. وعملنا طبعا رحلة بحث يمكن تقريبا سنة دراسة في المدارس، واكتشفنا أنه كثير من المدارس خاصة في دول الخليج ما شاء الله تقنيا فيها البروجكترات فيها، ولكن المحتوى ما كان يعني حتى ما كان موجود. فكان المدرسين يدخلون على اليوتيوب، وكان المحتوى ركيك واجتهادات يعني يمكن تكون بسيطة. فوجب أن يكون عندنا يعني مسلسل يكون إنتاجيا راقي ضخم، أنك أنت يعني يعني يقدر يستمر لأجيال وما يضعف. والحلو أن هذا أول عمل لنا يركز على طبعا محتوى لكل الدول العربية. يعني يستهدف كل والفئات العمرية. الفئات العمرية طبعا صف الأول والثاني والثالث. والعمل طبعا يركز على كتابة الحرف، نطق الحرف، التشكيل، المدود، وإيجاد الحرف في الجملة أو في الكلمة. هذا مع طبعا عندنا 16 أغنية في الموسم الأول، لأن أنا أؤمن أن أفضل طريقة لتعلم الأطفال الحروف وأساسياتها من خلال يعني أغنية معينة وعن طريق يعني طرح موسيقي. طيب. فقدمنا. محمد، الأفلام أو مسلسلات الكرتون تعاني زي الدراما يمكن حتى العربية، أنه دائما نستنسخ من الغرب. يعني حتى إحنا جيل كامل ربع على مسلسلات كرتون من اليابان مدبلجة. فأنتوا هنا يعني إيش قدمتوا جديد، وخاصة مع موضوع التطبيق، يعني هذه اللمسة المختلفة؟ والله شوفي، أول شيء نحن يعني قررنا أن هذا العمل ليس لأن الأطفال يمكن ما يفهمون يمكن الجودة في العمل أو التقنية المطروحة في العمل. حبينا نقدم عمل تقنيا يكون من أفضل الأعمال اللي على مستوى العالم لهاي الفئة من الناس. يعني تحطيني في أي قناة عالمية هذا العمل باسم عربي جميل جدا. هذا أول شيء. ثاني شيء حبينا يكون عمل يعني أصيل في ارتباط الخيال الطفل مع الحيوانات، مع طبعا يعني مثلا هذا الاسد اسامه اللي تشوفونه انتم، هو رائد فضاء. يعني نوع من انواع الطموح انك انت تصير رائد فضاء عربي، ليش لا؟ يعني استهدفنا الكثير من المجالات العمليه، مثلا تكون انت فنان، تكون محامي، تكون مهندس معماري. الجميل انكم جبتوها في قصه، يعني حتى شفتنا الحلقه الاولى وطلعوا كيف للفضاء وراحوا لكوكب الارانب وخافوا منه الارانب. يعني حلو انكم توظفون اللغه العربيه من خلال قصه. نعم. وتخلون الطفل يبحر ويبحث عن حرفه في. والشيء الجميل انه نحن استهدفنا ان هذا العمل يكون فري.
مجانا ممتاز. للكل تدخل على اليوتيوب. بس أسألك محمد، هل استعنتوا ببعض أو تعاونتوا مع بعض المدارس بحيث أنه ذهبنا إلى العديد من المدارس، منها الحكومية ومنها الخاصة، واستعنا طبعا بكذا مرشد عربي. أنت يعني من الأشياء اللي شفناها ولاحظنا أن في كذا طريقة لرؤية اللغة العربية. يعني مثل ما بقول لك، يعني مثل مذاهب دينية في مذاهب لغوية يقول لك هذا صح وهي الطريقة صح وهي الطريقة. ففي النهاية هذا اجتهاد، وأظني يعني مجمل العمل يعني القيمة اللي فيه يمكن أهم من الأشياء البسيطة اللي نحن نكتشفها ويمكن نصلحها ومن هذا النوع. ولكن مثل ما أقول لك، العمل كله يعني مطروح مجانا للناس، حتى التطبيق هذا مجاني موجود على يوتيوب، قناة سراج. نعم، هي قناة واسم القناة مسلسل سراج. والحلو أيضا بس أزيد أن نحن في خلال الأسبوع نطرح الأغنية، واليوم اللي بعده نطرح الأغنية بدون كلمات عشان انت تقدر تغني او الاطفال يغنون الاغنيه كاريوكي ستايل. طيب محمد، بعيدا عن مسلسلات الكرتون، عندك عمل فيلم اماراتي مصري مشترك، وصراحه هو حكى لنا الفكره تحت الهواء بتموت من الضحك. يا ريت تشارك جمهور. انا من بعد سنتين في 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 عمل الكرتون للاطفال كي جي 1 و1 و2 و3، يعني احس الكوميديا عندي شوي يعني. قالوا لي يعني فيلم كوميدي وفي يعني اول تجربه لك، اول تجربه سينمائيه غير كرتونيه. ايوه يعني كنت متخوف منها لأن فعلا أجهزة التصوير السينمائي مختلفة، ولكن اللي جذبني الفيلم، اللي جذبني الشركة المنتجة للفيلم. يعني هي ما قصة تنتج الفيلم والممثلين بشكل سريع. بس قصة الفيلم عن شخص إماراتي بزنس مان وشخص مصري يوصل دليفري في دبي، ويتمنون حياة بعض، فيصير بينهم تبادل الأرواح هذا، فكل واحد يكتشف النقص اللي عنده في حياته. بطولة مروان عبد الله صالح الزعيم، وشيمة المدير المتألقة، وشادي ألفونس من مصر، ودعاء رجب من دولة من مصر أيضا. متى سيعرض؟ إن شاء الله على آخر السنة الجاية إن شاء الله في السينمات، في إن شاء الله في السينمات في كل دول الخليج إن شاء الله نتمنى. طيب كل التوفيق لك طبعا محمد سعيد حارب، منتج ومخرج عمل سراج، وأيضا العمل السينمائي القريب. إيش راح يكون اسمه الفيلم؟ راشد ورجب. راشد ورجب أو رجب. رجب أيوة. راشد ورجب. شكرا لمحمد سعيد حياك الله.